انا شفت كتير وقليل، انما الشاسيه ده ما وردش عليا ابدا. لا يا علي من فضلك، انا طلبت منك تعاكسني بس من غير قله ادب. حاضر. طب ايه القسه توك ده اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجناين ده اللي يصحي النايم ده؟ ايه الدم السم ده اللي يسير اعصابي ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده؟ كلمني فهمني. كلمني كلم كلم. كلمني فهمني فهم فهم. فهمني لو سمحت من فضلك، كفايه لحد كده، ستره لم نفسك. طب ما تيجي نتلم في عربيه احسن، ده انا بقالي 3 ساعات بعاكس فيه. ايه نتلم في عربيه دي يا استاذ؟ من فضلك كفايه لحد كده. ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا شباب ضد التحرش. لا لا لا، انتوا فاهمين غلط، دي مراتي. لا 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 حضرتك، انا مش مراته، ده بقاله 3 ساعات ماشي ورايا بيعاكسني. لا يا فندم، الموضوع بس انتوا، دي مراتي وهنتجوز بالليل النهارده. يعني هو احنا كل واحد مسكه يقول الكلمتين دول؟ انتوا لازم تتعدموا عشان تبطلوا تحرش. يا بيه بس انت فاهم غلط. تعالى معانا. اتحرش بيك ايه يا وليه؟ ده انا جايب منك حيلين. يلا الله يا انجي. انا مش متحرش، انا مش متحرش يا انجي. انا راجل محترم، انا راجل محترم، انا متحرش، انا متحرش يا سمير، انا متحرش. انا مش فاهم انت مستعجل علي، ما انت هتتجوزها النهارده، يعني هتتحرش هتتحرش. ايه اللي طلبت منك انك تتحرش بيها؟ لا يا سيدي، طلبت ان انا اعكسها. قال الوليه مجنونه، فاكره نفسها لسه في ثانوي. انما هي طلبت فعلا انك تتحرش بيها. ايوه يا سمير، بقول يا سمير امسح بقى، انا مش طايق نفسي ولا طايق الوليه دي، وبفكر افشكل الجوازه. لا 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 لا، حته تحريشه هتخليك تفشكش الجوازه. استنى بس، بس لازم محلول فيسيسكوف احط الاول. محلول ايه؟ فيسيسكوف. هو ده بيشيل البنت؟ بيشيل التحرش على طول. بس هي طلبت صحيح منك ولا انت؟ بقول لك طلبت اعاكسها يا سمير. انت ايه المايل اللي انت حاطه ده؟ في صف الصروف ده. لا لا، متحرش قال. أكيد طلبت ولا؟ بس اللون يجنن عليك، اللون الفسكوفي ده عليك يجنن فعلا كده، بقيت متحرش. مرسي قوي إن عجبك يا سمير. اتشالت البتاعة دي ولا لسه؟ لسه صديقي متحرش. لا لا لا، حاسس بإيه؟ أحسن؟ يبقى احكي لي بقى هتتحرش إزاي؟ وده بيسيبني في حالة يا سمير. منك لله. إيش جوزة غبره.